موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار رياض صنباط. شرف حضرة صاحب الجلالة هذه الهتافات التي سمعتموها وهذا التصفيق وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله، فقد نفح شعبه حفظه الله بأن حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة. تغني الأنسة أم كلثوم حبيبي يا حبيبي زي القمر قبل الظهور يحسب المواعيد زي القمر يبعت نور من بعيد لبعيد يملنا معيتك وبعد أن انتهت الآنسة أم كلثوم من الغناء تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال وذلك تقديرا لفنها الرفيع. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك حضرات الموجودين وقال لهم كل عام وحضراتكم بخير. وبهذه المناسبة نحن نهتف عاليا ونقول يحيى جلالة الملك، وكما أننا بهذه المناسبة السعيدة نهنئ كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم بهذا الإنعام العالي. الآنسة أم كلثوم. تعقب حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه البساطة. أما تعقب جلالته حفظه الله بالإنعام السامي عليه فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا، وإني أدعى إلى الله أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبلاد ذخرا وللفن نصيرا.